كيف انا ارفع علمهم تمام وهم مطبعين مع اسرائيل؟ يعني انا بصير اسرائيل هني. الحكومة المغربية انا بدي اغلط عليك ولا اسب عليك. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام أبو الحاج. في شوارع فلسطين، غزة بالتحديد، أرض العزة وأرض الأبطال، انزلنا لشارع الميدان. كل هياتنا والدول العربية أجمع تسمع المؤامرات العديدة التي تحصل بين دولتي الجزائر والمغرب، والجزائر هم أحباب الفلسطينيين بكل تأكيد. فنزلنا في شوارع فلسطين دامجين العلم الجزائري والعلم المغربي سويا في ورقة واحدة. حنشوف الشعب الفلسطيني حيتقبل هيك فكرة في دمج العلمين، خصوصا ما بين دولة ترفض التطبيع مع دولة إسرائيل ودولة مطبعة مع دولة إسرائيل بني صهيون الذي سيزول بإذن الله تعالى. خلينا نشوف رأي الشعب الفلسطيني بهيك دمج. قبل ما نبلش، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يلا معنا على الحلقة. أبو تاري يا غالي، كيف حالك؟ يا هلا يا مرحبا، سعدك طمنا عنك. الله يرضى عليك. الحمد لله. الله مساك إن شاء الله. الله يمسيك بالخير. أبو تاري غالي، اليوم في عنا حلقة تقريبا عملناها قبل هيك، بس عملناها قبل ما تصير مؤامرات ومناوشات عديدة في هذا الزمن اللي مرنا فيه في الآونة الأخيرة. قبل أقول لك إيش هي الحلقة، بديك تفتح الصورة هاي وتقول لي مين هاي. علم الجزائر وعلم المغرب. علم الجزائر وعلم تمام. هاجت احنا قبلا سابقا كنا دبلجين علم الجزائر والمغرب، وفي من الشعب الفلسطيني تقبل الفكرة وفي ما تقبلوش، لانه بنعرف انه المغرب طبعت مع اسرائيل. تمام، تأكيد فاهم. هلقيت انت كفلسطيني بعد ما سمعت المؤامرات العديدة اللي بتصير بين المغرب والجزائر، واللي الجزائر مظلومة فيها بشكل كبير، منهم واجهوا الشهداء الاخرانيين واللي كل اللي صار، هل عاجبك هذا الدمج ما زال لحد الان ولا لا؟ صلى على رسول الله. الجزائر طبعا وطن بيحتضن كل العالم العربي بطيبة قلبه وبشهامته وبنضاله. المغرب كذلك، ولكن الحكومات احنا ايش بدنا فيها؟ الحكومة هذه بتطبع ان شاء الله مع الشيطان، لكن الشعب احنا ايش بدنا في الحكومة؟ الشعب اللي بهمنا، شعب الجزائر وشعب المغرب. انا متاكد الشعوب هي واحد، الحب موجود بيناتهم، لكن المشاكل مشكله حكومات سياسيه، لكن القلوب الطيبه موجوده وما زالت موجوده في الشعب المغربي وفي الشعب الجزائري. احنا كفلسطين بنقبلش اي دوله بتطبع مع اسرائيل او بتطبع مع بني صهيون بالتحديد. طب انت ليش قبلان انه يندمج عالمهم مع بعض رغم انا بقول لك مطبعين مع بعض؟ الحكومه احنا مالناش فيها. احنا قبل هيك انا قلت الحكومه هذه حكومه، ولكن احنا بهمنا الشعب، بهمناش الحكومه، بهمنا الشعب. الشعب الطيب والشعب المغرب، يعني الشعب معروف من زمان كشعب الجزائر، شعب طيب، شعب عظيم. وانا اتمنى العرب كلها، كل الدول العربيه يكون علمها واحد وكلهم جنب بعض. اذا ما كانوش علم واحد يكونوا كلهم جنب بعض، لانه وحدتنا في الدم الواحد. هيتنا مسلمين في النهاية. طيب بدنا كلمتنا شعب الجزائر وكلمتنا للحكومة المغرب اللي مش صاحية حالها حد الآن ومطابعة مع إسرائيل. والله احنا بالنسبة للجزائر أنا مرارا وتكرارا بقول شعب طيب، شعب عظيم، أنا شعب بحبه كتير. شعب المغرب كمان شعب طيب وشعب كويس وشعب جدع. بنقول الحكومة تعيد النظر في تطبيعها وعلاقاتها مع إسرائيل وترجع للصف العربي. على رأسي ودامة القدس عربية لمين؟ لفلسطين الأبدية ولكل الدول المؤمنة بالقضية. القدس هي للمسلمين أجمع في العالم كله.
تشرفت فيك عم ابطل. كيف حالك؟ تمام. والله شكلك مبسوط على اخر طائر في السماء الا شويه. ما شاء الله عليك. موقفك بدي افرجيك هالصوره وتديني رايك فيها بكل صراحه. تفضل فرجيها للكاميرا. ايش فيها هالقد؟ هذا العالم ايش فايدته؟ انا ولا شو بدي تعرف لي اياهم. مش هذول اثنين حبايبي. اما هادي ليش حطبتها؟ اما هادي ليش حطبتها؟ شو من هذا؟ في حد بيعرفش المغرب؟ في حد بيعرفش ايش اسمها هذه؟ الجزائر. مالك يا راجل؟ اسرائيل ايش دخلها بالطليه؟ قال حطت اسرائيل، حطت المغرب والجزائر واسرائيل. طب ليش انا حطيت المغرب واسرائيل؟ لانهم طبعوا مع بعض وقريب عن عاجل الجزائر رح تطبع مصرين، فانت ايش رايك في هذا؟ ولا 1% وهذا كله كذب وهبل. سيبك سيبك، احنا ما كناش متوقعين المغرب تطبع وطبع. لا انت اللي مطبع، فيش حاجه مضهية، انت اللي مطبعها. هذه مفروض انت تقصها زي هيك، تحطها تحت رجلك تحت الصرمه. اما هذول التنتين زي دولتنا فلسطين واعز، زي دولتنا فلسطين واعز. يعني رغم تطبيع دولة المغرب لكنهم ضالين بحبوا الفلسطينيين. صحيح كثير. كلمتك لدولة المغرب وللجزائر، وايش رايك في اسرائيل؟ هذول الدولتين كيف فلسطين؟ نفس فلسطين عندنا، عراسي من فوق التنتين. اما هذه تحت كندرته وكندرته وكندرته، كل واحد فلسطيني. تحت كندرته وكندرته وكندرته، كل واحد فلسطيني. وايش ناوي تعمل فيه؟ بحب اعمل لك زي هيك، تفصل عالم اسرائيل عن الدولة. صحيح، بس هينا خربنا المغرب منها عشان الكلبة اسرائيل، الدولة الفاشلة المحتلانة. هذول اللي مسك لي اياهم، هذول عراسي من فوق. اما هادي بحب اعملكم زي هيك، تطلعوا كيف. ولن نكون للعدا كالعبيد. مالك يا زلمة حطيت لإسرائيل؟ كلمتك لأحباب الدول، الدولتين هدول. كيف فلسطين وعز؟ تحية يا شباب، هذه الدولة، هدول الدول ايش بتعني لكم؟ علوا لي صوتكم. ايش؟ وانت ايش بتعني لك؟ قلوبنا من جو. حبيبي يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من عن الله يسعدك يا فلحم. نسألك سؤال ممكن؟ تفضل. اكيد كل حياتنا بنسمع كفلسطيني المشاكل اللي بتصير ما بين دولة المغرب والجزائر، صح ولا لا؟ صحيح. انت كفلسطيني ايش رايك بهيك مشاكل؟ والله ولا شيء، الله يهدي حكومة المغرب، الله يهديها يعني للامانة، لان هي بتسبب كل هذه المشاكل. طبع مع اسرائيل وبتسبب مشاكل ومش عارف ايش. لكن الجزائر طبعا مهدية، والجزائر دائما واقفة معانا والحمد لله. وطبعا احنا بنحب الشعب المغربي، اما احنا ما لنا دخل في كحكومه. يعني كحكومه احنا بنقول الله يهديها وان شاء الله بترجع لعقلها وبتبعد عن اسرائيل، لانه اسرائيل فاسده ما لهاش اسم اصلا، هي المفروض يسموها الفساد بس. على راس اليوم احنا نزلنا الشارع الفلسطيني دمجين العالم المغربي والجزائري مع بعض، عالم دوله مطبعه وعالم دوله غير مطبعه، ايش رايك فيه؟ عادي بعمل هيك، ببين علم الجزائر. لما هذا علم المغرب يرفع التطبع مع اسرائيل حينيتها بعمل هيك، لكن طول ما هم مطبعين ما بينوش. بس العلم علم مقدس للشعب. طبعا علم مقدس للشعب، والشعب على راسنا من فوق. لكن اذا الحكومه مطبعه وهذا، كيف انا ارفع علمهم تمام وهم مطبعين مع اسرائيل؟ يعني انا بصير اسرائيل حينيتها. حتى رغم يعني حتى لو انه الشعب ملوش دخل، الشعب دائما ملوش زن، واحنا بنحب الشعب المغربي وعلى راسنا من فوق. اما لقيت انا ببين علم الجزائر، لانه حكومه الجزائر والشعب الجزائر معانا. على راس، تشرفت فيك. على كل حال بدي افهمك انه الاعلام هي اعلام مقدسه وبتضلها اعلام للشعوب، تمام؟ واحنا بنعرف تماما انه الشعب المغربي اكيد زي ما قلنا ناس بتكرهك في ناس بتحبك، صح ولا لا؟ كلمتنا في نهاية هذا الخطاب لشعب الجزائر العظيم وللحكومة المغربية اللي بتعتقد أن إسرائيل حتنفحها في يوم من الأيام. أول شيء كل التحية لنا في الجزائر، كل التحية لحكومة الجزائر وعلى رأسنا من فوق. وإحنا بنقولكم دائما وأبدا إحنا بنحبكم وأنتم في القلوب. ثانيا بقول للمغرب أن إسرائيل زي ما قال حسام، أن إسرائيل فعلا مش هتفيدكم تمام، وبالنهاية إسرائيل حتروح، لانه مذكور في القران انه اسرائيل زوالها يعني فيش امكانيه اسرائيل حتزول، مش حيضل اسرائيل. ايش يا المغرب، ايش تنفعك اسرائيل؟ لقيت يعني ايش نفعك؟ نفعك بمصاري؟ نفعك في شيء؟ لا مش نفعك.
الله يهديك وايل نقدر نقول. شكرا لك وتشرف حبيبي يا اخوي. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. الله يسلمك. تعرف فيك. نهاب طوطح. نهاب طوطح. سهلا فيك. اهلا بك. طيب اليوم انا موقفك استاذنا، بدي افرجيك الصوره وتديني رايك فيها بكل صراحه. ماشي. ممكن؟ اوكي. تفضل. ايش شايف انت في الصوره؟ شايف علم. ان شاء الله الكاميرا. شايف علم المغرب. علم الجزائر. تمام. وهذا العلم؟ هذا علم اسرائيل. تمام. ايش رايك بكل علم فيهم؟ احنا اول شغلة لا نرضى بتطبيع المغرب ولا بنرضى بتطبيع الجزائر مع اسرائيل. تمام. لانه الشعب الجزائري والشعب المغرب طيب، واحنا بندعيك يا رؤس يا رئيس المغرب يا رئيس الجزائر ما تطبع مع العدو، لانه العدو هذا ابليس وخاين وممكن يضحك عليكم. ما هو ضحك على دولة المغرب وخلاه مطبع؟ مهما طبعت انت يا تاع المغرب مع اسرائيل وانت تاع الجزائر، عيد النظر ولا تطبع معهم كمان. لا تطبع. والشعب الجزائري والشعب المغربي. طيب الشعب الجزائري عمره اشتبع مع اسرائيل وبكره اسرائيل على السبحة، تفتكر في يوم من الايام حيطبع مع اسرائيل زي المغرب؟ لا ما افتكرش انه طبع معهم، لانه الشعب الجزائر شعب طيب، شعب واقف مع الشعب الفلسطيني، ما اعتقدش انه ايش طبع معهم زي هيك. طيب ايش رايك بهيك دمش؟ لا نحرق هذا العلم. تحرق علم اسرائيل؟ علم اسرائيل. طب فيش قداح حجرك تعمل؟ نجيب قداح من هذا. يعني انت ضروري تحرق هذا العلم؟ ضروري طبعا. طب ما تصف موطني الشباب لن يكل همه ان يستقل او يبيد او يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدى. والله شكلك بتكره الشعب الاسرائيلي على الاخر. على الاخر. ايش بتوجه كلمه حلوه لنا في الجزائر وفي المغرب؟ بوجه كلمه للجزائر وللشعب المغربي، انتوا ناس طيبين، انتوا ناس محترمين، خليكم مع الشعب الفلسطيني، مع القضيه الفلسطينيه، مع القدس، لانه القدس هذه امانه برقابكم ولازم تحلوها باسرع وقت. شكرا لك. وستبقى القدس عاصمه؟ وستبقى القدس عاصمه فلسطين ابديه مهما حصل. شكرا. ابو نسيم يا حبيبي كيف حالك؟ والله تمام. طمنا بخير. كيف امورك؟ ده لك صحه من النوم هيك؟ والله. طيب ابو نسيم على السريع، بما انك عارف تجربنا الاجتماعيه دائما لاهلنا في الجزائر، في اخر فتره سمعنا مناوشات عديده صارت ما بين دوله الجزائر والمغرب، مشاكل عديده وكان سببها دوله المغرب. تمام. شوف هاي الورقة قبل كل حاجة قبل ما كمل. عملنا قبل هيك تجربة اجتماعية بنفس هذا الشكل، دمجنا عالم المغرب وعالم الجزائر أكثر دولتين. صحيح. مع أنهم فيهم هيك شوية قتال مع بعض، مش قتال يعني، بكره بعض على خفيف. أنت كفلسطيني، سؤالنا لهذا اليوم، أنت كفلسطيني ما زلت بتأيد هذا الدمج ولا لا؟ طبعا بأيد. طب ليش؟ لأنه الشعب مغلوب على أمره، يعني الحكومة حكمه والحكومة برضو على رأس هي. أنا بطالب إنها تراجع الأمر اللي نفذته هذا، تقول إن إسرائيل المغرب تطبع مع إسرائيل، فإنه الشعب يعني على عينه ورأسه، لأنه هو ما عملش حاجة، هو شعب زينا زيه، يعني بيحكي الحكم هو بنفذ، هو ما عليه إلا بالتنفيذ. طيب أنت عاجبك المشاكل اللي بتصير بين المغرب والجزائر؟ لا طبعا. طيب إيش بتنصح؟ بتنحل والله، أهلنا في الجزائر هم على راسنا، إن شاء الله يحلوها مع أهل المغرب والمغرب، والمغرب بتعيد التفكير وبترجع لعقلها ولراسها. يعني أنت مش عاجبك المشاكل بس؟ هي مش عاجبينا طبعاً، بس إحنا إن شاء الله بنقول تنحل. طيب قبل ما ننهي كلامنا بدك توجه كلمة لأهلنا في الجزائر وكلمة للحكومة المغربية اللي ما تقدر إن إسرائيل راح ممكن تفيدها في يوم من الأيام. أهلنا في الجزائر بقدم كل التبريكات والتهاني والتحب، لأنه أهلنا في الجزائر شعبنا التاني. احنا شعب واحد مو شعبين. الحكومه المغربيه انا بديش اغلط عليكم ولا اسب عليكم، انا حابب اقول لكم بس كلمه واحده، راجع التفكير في الامر هذا. في حاجه اسمها اسرائيل؟ ولا فيش حاجه اسمها اسرائيل. مين اسرائيل؟ فلسطين خاوه ولادي. القدس عاصمه الاميه فلسطين. شرفت فيك.
بهيك متابعينا الكرام كانت نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وشفنا ردود أبناء الشعب الفلسطيني على دمج العلمين، العلم الجزائري والعلم المغربي. بكل تأكيد الشعب الفلسطيني عارف تماما أن الشعوب العربية كلياتها مغلوبة على أمرها من قبل الحكومات التي تطبع وتهرول مع إسرائيل، لكن بكل تأكيد الشعب الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية فرحان جدا لما بشوف مشكلة بين شعبين. فنتمنى على الشعوب العربية أجمع أن احنا نقدر أنه احنا عرب بنضل مسلمين، ما نسمحش للاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أنه يجعل مشاكل بيننا. طبعا نتمنى حل المشاكل والخلافات بين الدولتين والهداية لدولة المغرب ولكل دولة مطبعة مع إسرائيل. كل التحية لهنا في الجزائر من ميدان غزة. بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقدس عاصمة لفلسطين. السلام عليكم.